المطلوب الآن أن نقوم بتبسيط 9 تربيع مرفوعة للقوة 3، ومهما كان مقدار 9 تربيع فنحن نعرف ما هو ويساوي 81، لكن سنبقيها 9 تربيع. المطلوب منا أن نبسط 9 تربيع مرفوعة للقوة 3، ومطلوب أن نفسر إجابتنا بصورة الأسس، وهي طريقة أخرى لنقول أن المطلوب هو أن نبقيه كأسس، وغير مطلوب منا أن نضرب ونحصل على عدد كبير جدا جدا. فكروا إذا في كيفية القيام بهذا. إذا لدينا 9 تربيع مرفوع للقوة 3. حسنا، أبسط طريقة للقيام بهذا تكون من خلال معرفتنا لقاعدة الأسس أو خاصية الأسس، حيث أنه إذا رفعنا عدد ما لأس معين ومن ثم قمنا برفع القيمة كلها لأس آخر، بالتالي يمكننا ضرب هاتان القوتان. إذا هذا يعادل 9 للقوة 2 ضرب 3، أي يساوي 9 للقوة 6، وهكذا نقول قد أوجدناها. لقد أوضحنا إجابتنا بصورة أسية، وهي 9 للقوة 6، وهذه الإجابة المبسطة. الآن يمكن أن تقول ما هي الصورة غير الأسية. الصورة غير الأسية هي إذا ضربنا 9 ضرب 9 ضرب 9 ضرب 9 ضرب 9 ضرب 9، وهذا النتيجة سيكون كبير جدا، وبهذه الحالة سنحتاج لآلة حاسبة أو ستأخذ منا وقت طويل. إذن الإجابة هي 9 للقوة 6. ولنستعرضها بطريقة أخرى، إذا كنا لا نفضل هذه الصيغة، حيث بإمكاننا تطبيق صيغ أخرى، ما هي الطريقة الأخرى الممكن تطبيقها في 9 تربيع القوة 3؟ سأقوم بهذا بلون مختلف. 9 للقوة 2 ضرب 9 للقوة 2 ضرب 9 للقوة 2، هذا هو 9 تربيع للقوة 3. ونحن نعلم الخاصية الأخرى للأسس أو قاعدة الأسس الأخرى، فإذا كان لدينا الأساس نفسه مرفوع لقوة مختلفة، في هذه الحالة ستكون جميعها مرفوعة للقوة نفسها، ونأخذ حاصل جمعهم، وهذا كأخذ الأساس نفسه 9 ورفعه لناتج جمع القوى. إذا 9 للقوة 2 زائد 2 زائد 2، والناتج مرة أخرى يكون 9 للقوة 6، وليس علي أن أكتبه مرة أخرى هنا بأي طريقة. أنت ستحصل على نفس الناتج، ولأكون أكثر وضوحا هنا لقد جمعت الأسس لأن لدينا الأساس نفسه، وهنا قمت بضربهم هنا بالضرب الأسس لأن لدينا عدد مرفوع لقوة ومن ثم المقدار كله مرفوع لقوة أخرى. لكن بغض النظر عن الاتجاه الذي تذهب فيه، ما دمت تستخدم الخصائص بشكل صحيح يجب أن تحصل على 9 للقوة 6.